اوكي البنت مونة. يلا نعد، واحد اثنين ثلاثة، بوم يا حبيبي. اوه ماي جاد، 50,000 ضرر. السلام عليكم يا مرحبا، كيف الحال يا شباب؟ معكم ريتشارد، رجعت لكم فيديو جديد عن جينشن امباكت. وفي هذا الفيديو راح اشرح لكم شرح مفصل عن مونا، وراح اشرح لكم الكومب والسر اللي يسوونه اللاعبين اللي تشوفوهم على اليوتيوب اللي يطلعون 50,000 أو 100,000 ضرر. فيب خلونا نبدأ. هنبدأ أول شيء بشرح التالنس. عندنا الضربات العادية الخاصة بمونا، مونا تسوي 4 ضربات، مع كل ضربة راح يزداد الضرر. بس المميز في هذه الضربات إنه الشارج أتاك راح يعطيك دبل، تقريبا دبل الضرر الخاص في مونا، والضربات الخاصة فيها راح تكون ضرر متفجر. هي إنه ضربت وحش وفي وحش قريب منه راح يتأثر برضو في هذا الدمج، فشيء مرة حلو. القدرة الأولى لها استخدامين. الاستخدام الأول هو إنك ترميها على الوحش وتضغط ضغطة واحدة بس على القدرة، وهذه القدرة راح تبدأ تسوي ضرر مع الوقت، وراح تجذب انتباه الوحوش تقريبا زي الأرنب الخاص في إمبر، وراح تسبب عليهم ضرر ماي. وراح بعد ما ينتهي الوقت الخاص في هذه القدرة راح تنفجر وتسوي ضرر يساوي 133% من الضرر الخاص في مونا، فشي مرة رهيب. والشي الثاني انه لو علقت على القدرة ما راح تقدر ترسلها لمكان بعيد، راح مونا راح تختفي وترجع على ورا، وراح تحط في مكانها هذا السحر المائي وما ادري ايش اسمها، فالوقت الخاص فيها راح يكون اطول، بس بالمقابل الوقت اللي عشان ترجع لك فيه راح يكون اطول. فانصحكم انكم تتحطونها على طول على الوحيد ضغطة واحدة عشان ترجع لكم بشكل اسرع. اوكي، في شيء مميز المونة انه عندها اكثر 4 تالنتس، يعني مختلفة عن كل الجنود. هذا التالنتس تقول لك انه لما مونا تركض او تمشي في الارض ما راح تكون تمشي زي الابطال العاديين، لا راح تغطس في الارض وتتحول على ماء، ولما تيجي تعدي من بحر او نهر راح تتحول مونا على ماء وتصير كانك تجري مو كانك تسبح. فهذا الشيء صراحه مره مفيد وفادني مره، انك تقطع فيها مسافات كبيره واني اعدي فيها بحور او انهار علشان ما اصرف استمنة. وطبعا في باسف لهذا التالنت اللي هو لما تفتح الباسف الاول بعد مده، لما تكون قريب على هذه الوحوش راح تظهر القدرة الأولى الخاصة بمونا، وراح تظل لمدة ثانيتين في المكان، بعدها راح تنفجر. وبس تقدر انك تحط هذه اللي من الباس وتحط القدرة الأولى، فيصير عندك 2، فهذا الشيء مرة خرافي. الآن نجي للشرح المهم واللي كل جاهل عنه واللي الكل يبغى يعرف عنه، اللي هي الألتيميت. الألتيميت الخاصة في مونا تضرب ضربة على الأعداء مائية، تشل حركتهم كلهم وتسوي عليهم علامة زي الساعة الفلكية. هذه العلامة ممكن تدبل الضرر الخاص فيك، إذا مثلا ضرب 5 اللي هنا، لأنه هنا مكتوب 500%، يعني تخيل 500% ضرر، وهذا هو السبب اللي يخلي مونا ضررها مرة مجنون. فبعد ما تضرب الوحوش في العلامة المائية تيجي تضرب بعدها ضربة عادية وضربة عنصر نار، راح يطلع رقم مرة كبير لتفاعل عنصر الماء، وراح تشوفون الآن بالفيديو علشان تفهمونها أكثر. فباختصار البيرست أتاك الخاص فيها تضرب الوحوش توقفهم مكانهم لمدة معينة، بعدها تسوي عليهم علامة فلكية. أي بطل راح يضرب العلامة الفلكية هذه راح يسبب ضرر مرة أسطوري. الباسف الثاني يقول لك راح مونا راح تاخذ 20% من الانرجي ريتشارج وتحوله الى هايدرو دامج بونس او ضرر مائي. فهذا الشيء ممكن مره يفيدك، لانه لو معك ارتفاكت في انرجي ريتشارج راح يعلي لك برضه الضرر المائي الخاص في مونا، فباسف مره حلو. الباسف الاخير يقول لك لما تجي تصنع القطع الخاصه بتطوير الاسلحه في نسبه 25% انه يعطيك دبل هذه القطع، فشيء مره حلو ممكن انه يفيدك علشان توفر بالموارد اكثر. اوكي، الان راح نتكلم عن الارتفاكت. افضل ارتفاكت لمونا هم 2 من قطع النوبلس و2 من قطع ارتفاكت الدنجن الجديد اللي اسمه هارت اوف باث. فهذه افضل الارتفاكت، فلازمك انك تحط قطعتين من النوبلس وقطعتين من هارت اوف باث، لانه النوبلس راح يقوي لك ضرر الالتيميت، والهارت اوف باث راح يزيد لك ضرر الماء الخاص بمونا 15%.
هي الآن راح نشرح السيت الخاص بالارتفاكت وش هو اللي تركز عليه بالارتفاكت. أول شيء راح تكون عندنا الوردة اللي هي HP عادة، وبعدها عندنا الارتفاكت الثاني راح يكون أتاك، والارتفاكت الثالث برضه راح يكون أتاك. وحاولوا إنه يكون بالباسف الخاص فيهم اللي تحت يكون إلمنتال ماستري أو كريت رايد أو كريت دامج أو إنرجي ريتشارج، كل شيء ينفع. أما الارتفاكت الرابع اللي عندنا راح يكون هايدرو دامج بونس، هذا مهم مرة. والأخير راح يكون عندنا كريت ريت وكريت دامج، انه الكريت ريت وكريت دامج هو اللي راح يرفع لك الضرر الخاص بالالتمت بشكل مره مجنون. ولا تركز بس على كريت دامج وتتجاهل الكريت ريت، لانه لازم توازن فيها. مثلا لو رفعت الكريت دامج الى 100% لازم ترفع الكريت ريت اقل شيء 50 أو 40%. اوكي، الان راح نتكلم وش افضل سلاح لمونا. للامانه مونا ما في شيء اسمه افضل سلاح لها، والسلاح اللي راح تاخذه راح يعوض الضعف اللي عندك في الارتفاكت. فمثلا لو كان الكريت رايت الخاص فيك في الارتفاكت مره قليل، فاخذ السلاح اللي اسمه سولار بارل، لانه هذا راح يزيد لك الكريت ريت. اما لو كان الكريت دامج اللي عندك مره قليل، فاخذ السلاح اللي اسمه ذا ويد سيف، اتمنى انطقت اسمه صح. هذا السلاح راح يعطيك كريت دامج اضافي. ولو كان حظك بيض وما كان عندك اي واحد من هذه الاسلحه، فتقدر تروح عند الحداد وتصنع السلاح اللي اسمه مابماري، والله هذا السلاح اسمه مره رهيب. المهم هذا السلاح راح يعطيك المنتال ماستري. الالمنتال ماستري ممكن انه يعوضك عن الكريت دامج والكريت رايت الناقص عندك بالارتفاكت، بس يظل السلاحين اللي قبله افضل شيء. اوكي، الان وصلنا لاهم خطوه في المقطع، واللي هي كيف تطلع الضرر 50,000 اللي شفتوه في بداية الفيديو بمونا. طبعا هذا الشيء راح يكون معتمد بشكل كلي على الفريق الخاص فيك وعلى مونا. فأول شيء وتحتاج شيء مرة مهم اللي هو بطل مستخدم عنصر الهواء، وانصحكم في سكروس. فعنصر الهواء مرة مفيد، وانصحكم بسكروز لو ما معكم فينتي. فالمهم في عنصر الهواء اللي يسويه هو الارتفاكت اللي جالسين تشوفونه الان بالصورة. هذا الارتفاكت لما تستخدم مثلا عنصر الماء على وحش بعد تضربه بعنصر هواء، دفاع هذا الوحش ضد عنصر الماء راح يقل 40%، انه راح يكون زيادة العنصر الماء الخاص فيك 40%، فشكل شيء مرة خرافي. فالان بعد ما خلصنا من عنصر الهواء، نجي للشيء الثاني اللي هو بينت وعنصر نار ثاني مع بالفريق، ما يهم مين هو، المهم انك تحط ابطال اثنين من ابطال عنصر النار علشان تستفاد من البوف اللي يزود 25% اتاك. ودائما لازم يكون معاك بينت علشان يرفع لك اتاك بشكل مره خرافي. اما البطل الثاني الناري مو مهم مين، حتى لو كان امبر، المهم تستفاد من البوف الخاص فيه. واخر بطل عندنا بالفريق اللي هي مونا. والان ابغاكم تركزون معي كويس علشان اشرح لكم الكومبو وكيف انا قدرت ان اطلع هذا الدمج المرة خرافي في مونا. اول شيء زي ما تشوفون بالفيديو، ضربت الوحش بعنصر الماء بعدها ضربته بسيكروس علشان اسوي التفاعل السوير اللي قلل دفاع الوحش ضد عنصر الماء 40%. بعدها لازم تركزون انكم تضربون الت بينت على الوحش علشان يتأثر بعنصر النار. بعدها تحولون على مونا بسرعة وتضربون الالتمت الخاص فيكم، راح تحصلون انه صار فيه فيبرايز تفاعل بين عنصر النار والماء. فبعد ما تتأكدون ان الوحش خلاص طايح على الارض وما عليه اي علامة تفاعل عنصر فوق راسه، وعليه العلامة الخاصة بالت مون اللي هي الساعة الفلكية، حولوا على بينت. ولازم تنتظر 3 أو 4 ثواني علشان يخلص تفاعل فبرايز الماضي ويصير تفاعل ثاني. فراح تنتظرون تعدون 3، فبعد 1 2 3 تدون الوحش ضربه، وشوف يا حبيبي الضرر الخرافي اللي راح تطلعه. وطبعا الان راح اخلي لكم فيديو كيف اني قدرت اسوي هذا التفاعل، وراح اعيد لكم اكثر مرة علشان تفهمون الكومبو اكثر. كذا أكون وصلنا نهاية الشرح ولنهاية المقطع. أتمنى لو عجبكم المقطع فاتكم لا تنسونا من اللايك والاشتراك تفعيل جرس التنبيهات، دعمكم صراحة يحفزني. وشكرا مرة شكرا على التفاعل بالمقاطع الماضية، أنا مصدق أنه في واحد من المقاطع جاب 3000
مشاهدة. شكرا مرة شكرا لكم صراحة، دعمكم يحفزنا نسوي مقاطع جديدة. فلا تنسون اللايك والاشتراك علشان يوصلكم كل جديد من المقاطع الشروحات في الأبطال، وإن شاء الله البطل القادم اللي راح أشرحه هي جين، ولو كان في بطل ثاني تبغون أشرحه عنه اكتبوا لي تحت في التعليقات، إن شاء الله راح أسوي لكم شرح مفصل عنه وكيف تستخدمونه. فإلى هنا نكون وصلنا لنهاية المقطع، كان معكم أحمد من ريتشارد جيمز، لا تنسون اللايك والاشتراك، مع السلامة، peace out.